اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم في برنامج الابطال احنا بنتكلم على الفنيات. احنا دايما بنحب نتكلم بالفنيات اللي مش هتلاقوها يمكن في مع حد تاني، لانه او في برنامج اخر، لانه احنا بنركز على الفنيات اكتر وفي اي مكان. طيب كابتن شريف، هنتكلم عن اهم الاحصائيات للاعبي النادي الاهلي، بس هنتكلم يا جماعه عن الثلاث ماتشات الاولانيين. طبعا ما قدرناش نضيف الماتش الرابع النهارده عشان خلصان من دقايق، لان مش هنقدر نضيفه في الاحصائيات، ولكن هنجيب لكم الثلاث ماتشات اتلعبوا في المجموعه اهم الاحصائيات، وتقدروا من خلاله تشوفوا النهارده مين اللي كان مساعدنا اكتر. اتفضل يا كابتن شريف. هو احنا طبعا في الادوار الاولانيه الاهلي لعب ثلاث ماتشات، وكان الماتش النهارده الرابع بتاع بيروت. الماتش الاولاني كان الاهلي والفتح السعودي، والاهلي كسب 82-77. ده اخر ماتش، اخر ماتش، ده اخر ماتش. يعني انا مش جايبه بالترتيب، والماتش اللي بعديه الاهلي وشعب حضرموت اليمني، والاهلي كسب فيه بسكور كبير قوي 124-69، واللي بعديه الاهلي وداد بوفريكت 68-49. المميز في الثلاث ماتشات دول، لما عملنا كده احصائيه كده، لقينا ان المميز في الثلاث ماتشات دول كان ايهاب امين، عمرو الجندي، عمرو علاء زهران، عمر طارق، مايكل تومسون. الخمس لعيبه دول احنا لما عملنا سكاوتنج ليهم، اعلى سكور، اقل وقت في واخدينه، ده من يعني باختصار جدا في السكاوتنج بتاع اللعيبه في اشتراكهم في المباريات. تمام. يعني مثلا كابتن، احنا هداف الفريق في الثلاث ماتشات كان مين؟ لا، في الثلاث ماتشات ده كان ايهاب امين. يعني ايهاب امين حاطط 40 بونت. نيجي مثلا لاحسن مساعدات اسيست تومسون ده بكام يا كابتن؟ على فكره هو في الثلاث ماتشات اللي قبليهم برضه يا كابتن هيثم، هو واخد اعلى اسيست. على اسيست، يعني حتى لما تيجي تشوف بالماتش الرابع النهارده هو احسن مساعد اسيست. جاب كام واحده في ثلاث ماتشات يا كابتن؟ كام واحده؟ 17. وخلي بالك برضو ده النهارده اللي كسبنا الماتش، هو حط القضيه النهارده، يعني هو اللي حط هو طول الجيم كويس. طول الجيم ما شاء الله، حتى في الكوارتر الرابع حط له 3 3 بوينت، وفرقوا جدا جدا ان احنا نطلع 4 بونت، وده اللي كان مصعب المواضيع شويه كمان على بيروت. الفريق بيروت. طب يا كابتن، نخش الاحصائيه اللي بعد كده. نيجي مثلا اعلى ريباوند. اعلى ريباوند اللي هو الاستحواذ على الكوره. استحواذ على الكوره. ده هو بينط ياخد الكوره من فوق. ده فكوادي، ده كان اعلى ريباوند لما عملنا احصائيات الثلاث ماتشات. هو اعلى ريباوند. كم ريباوند؟ كام ريباوند؟ 17 برضه يا كابتن هيثم. تمام. انا اسف، 24 ريباوند. تمام. 24، معلش انا عندي الارقام اللي لخبطت مع بعض. 24 ريباوند. تمام. فده رقم كبير قوي. بالظبط. يعني هو ما شاء الله على فكره، ودي يعني احنا كان حصل لنا دروب في الماتش النهارده بسبب الريباوند. لو حضرتك خدت بالك، في اربع هجمات بيروت يشوط ويلم الكوره ويتاخد سكند شوت، فده بيفرق جدا جدا، فكان مساعدنا ان هو يلم رباون كتير. صحيح. فكوادي. تمام. طيب عندنا بقى الستيل، الكور المقطوعه. من احسن الناس فكوادي، يعني قطع 6 كور في الثلاث ماتشات. ومعدل كورتين في الماتش بالظبط. بعديه ليه عمرو زهران. عمرو زهران برضو قطع 5 كور في الثلاث ماتشات. ده اعلى اسيست في السكاوتنج في للفرقه كله. تمام. طب يا كابتن، عندك ملاحظات بقى؟ يعني احنا جبنا اهم الاحصاءات. الثلاثيات طبعا ايهاب امين، يعني بيتهيألي افضل ثلاثيات كان ايهاب امين برصيد 9 تلاتات بالظبط. يمكن نسينا نقول ده. يعني 9 تلاتات في 3 ماتشات في المعدل، والنهارده ايهاب امين نجح يحط برده 3. بس يا كابتن، مش ملاحظ ان ايهاب امين يمكن في الثلاثات بونت السنه دي احسن؟ هو مركز السنه دي. يمكن كان عليه كومنتات السنه اللي فاتت في الدوري المصري بسبب تسرعه شويه. اعتقد ان هو الموضوع السنه دي حتى باين. هو خبراته بتزيد في البطوله العربيه الدنيا هيدا، مع اني برضو في كومنت كده دايما انا عايزه بس يعقل شويه كده في اخر دقيقتين، يمكن في تيرن اوفر كان مهم جدا اللي عامله في اخر الجيم ده، وفي شوطه برضو نفس الكلام. الحاجات دي بتفرق قوي قوي، ومحتاجينها مع ايهاب بخبراته اللي بتزيد كده. هو لعيب ما شاء الله، لعيب هداف ولعيب روحه عاليه قوي قوي، ولعيب بيلم الفرقه، ودي حاجات احنا محتاجينها تبقى موجوده. بس انت عايز في اخر دقيقتين يكون في تركيز، اكتر من كده، تقيل على كورتي كده. دي بتيجي مع الوقت، بتيجي مع الوقت. يعني انت مش قلقان من الحته دي؟ طيب خلينا يا كابتن برضو نقول ان ايهاب امين في الثلاثات بونت، يعني هو في الثلاث ماتشات حاطط 9 معدل 3، والنهارده كمان انا يمكن تقريبا في الكوارتر الاول او الثاني حط 3 رميات برضو، 3 رميات ثلاثيه. فالقصد اقول لك انه كمان اشتغل في التصويبات الثلاثيه على نفسه السنه دي، فالنهارده السنه دي احسن
كمان. هو طبعا ايهاب امين اصلا مميز ان هو دشر يعني اللعيب بيعرف يوصل للمربع وبيعرف يوصل للحلقه. السنه دي شايف ان هو برده مركز ان هو يبقى عنده نسبه في 3 بوينت ودي واضحه جدا جدا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا وماتش النهارده برده ما شاء الله كان ربنا موفقه وكانت حاجه جميله جدا يعني وماتش كان جميل بصراحه انا استمتعت بيه قوي قوي. انت كنت شويت يا كابتن وكان مسميك نبله هم مسميك النبله انت فاكر مين اللي كان مسمين النبله ده؟ لا مش فاكر ده ماريو بلازوني المدرب الايطالي مدرب ايطالي كان مسميك نبله منتخب مصر كان ومش عارف هو كان معجب فكان مسمين النبله نبله يعني. عشان يعني دقه التصوير يعني بالظبط. طيب خلينا نروح للمباريات الثلاثه يعني المباريات الثلاثه اللي لعبناهم هل عندك ارقام مثلا تقدر تقولها لنا يعني امسك مباراه كده مين اللي كان مميز مين اللاعب مين ما لعبش يعني قول لنا كده الدنيا ايه في ثلاث ماتشات. بص انا يعني انا مجمع كده حاجات بسيطه عن الثلاث ماتشات ملخصها يعني بتجميع الثلاث ماتشات انا شايف ان ايهاب امين كان مميز فيهم جدا يليه عمرو الجندي تمام. السكورات انا مش مجمعها لكن احنا لو عرفنا ملاحظات احنا جبنا ملاحظات فنية انا بص انا مبسوط جدا جدا من الملاحظات الفنية وجود عمرو زهران وجرأته انه موجود في الملعب. اولا لعيب جريء ما بيخافش بيوصل للمربع لعيب بيخش في كل كوره هو عامل زي بابا علاء زهران كان كده يعني كان لعيب فايتر ولعيب بيخش في كل كوره وكان مميز بده. وعمرو ما شاء الله طالع شبهه شويه في الحته بس دي بس احسن شويه عمرو يعني عاقل شويه كمان مدافع رجل على فكره زي بابا برضه بالظبط علاء كان كده علاء كان بيلعب ديفنس رخم جدا وكان اللي بيمسكهم بيزهق منه يعني صحيح. وعلى فكره انا خدت رقم 8 من وراه في منتخب مصر من علاء زهران يعني هو كان لابس 8 وبعد كده هو بطل صغير عشان دخل السلك القضائي وبتاع وبعد كده انا خدت منه رقم 8 في المنتخب تمام. فهو كان لعيب مميز انا فاكر كابتن علاء. طيب يعني انت مين تاني ليه يا كابتن؟ عمر طارق ما شاء الله برده من الاعلى ريباوندات اللي جايبها في الثلاث ماتشات هو وفاكوادي دول الاثنين دول اعلى ريباوند موجوده في الفرقه نعم. اتمنى بقى يخش معاهم بقى سيف يعني سيف انا شايف ان هو محتاج يركز شويه في القصه دي لعيب كويس ولعيب يقدر ياثر في نتيجه الفرقه في اي وقت بس محتاج شويه بقى ايه حته التركيز في الريباوند صحيح يعمل شويه كده حاله تحت الحلقه عايزه بقى يرعب الناس شويه يبقى 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 اقوى شويه اقوى من كده شويه بالظبط. خليني اقول لك كابتن يعني مثلا ماتش اللي هو شعب حضرموت يعني هشارك حضرتك برده معايا في يا ريت يا جماعه تعرضوها لنا يمكن كل اللعيبه لعبت وقت قليل ما فيش حد عدى هو الاثنين محترفين هم اعلى تايم هتلاقيهم واخدينهم حاجه و20 تومسون خد 22 دقيقه 22 دقيقه وفكوادي هتلاقيه واخد 25 دقيقه او 23 الاحصائيات اهي لا اللي يمكن اللي لعب اكتر تصدق مش فكوادي تصدق مين اللي لعب تاني اكتر واحد بعد تومسون كان احمد حمدي يعني ايش وبعديه عمر عزب وايه تكلم في 21 20 بالظبط دي واضح ان كان ساعتها الكوتش مستر اجوستي او المدير الفني كان مركز ان محدش ياخد اكتر من كده. في الماتشين التانيين يا كابتن هيثم هتلاقي فكوادي وتومسون هم واخدين اكبر تايم بيلعبوا بيه يعني لو شفنا فكوادي في المباراه دي خد ايه فكوادي رقم 17 خد 22 دقيقه لا تومسون مايكل تومسون واخد 14 دقيقه انا اسف اللي خد 22 دقيقه ماتش الشعب فكوادي 22 دقيقه تومسون اللي خد 14 دقيقه هو الماتش بتاع الشعب ده كان ماتش مريح شويه وواضح ان المدير الفني هنا اشرك يعني حتى احمد حمدي كان جاي من اصابه فواضح ان هو بيجهزه في ماتشات زي دي واداله تايم كبير وكمان مدي لعمر عزب كان عمر عزب اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي بالزبط. فكان عايزه ايه يخش اداله 20 دقيقه تقريبا 21 دقيقه في الماتش عمر عزب طبعا من اللعيبه الكويسه عمر من اللعيبه المميزه ولعيب منتخب مصر وكان في البطوله العربيه الافريقيه اللي فاتت كان لعيب ما شاء الله ماشي كويس قوي معاهم وانا شايف ان هو ان شاء الله باذن الله هيفرق مع فرقتنا السنه دي لان احنا محتاجين يعني دم جديد بقى محتاجين صحيح. سن صغير الموضوع ده بقى مهم جدا يعني. صحيح طب وخلي بالك ارقامه مش بعيده عن تومسون يمكن تومسون النهارده بارقامه عدى شويه عشان كان متوفق بس بعد الثلاث ماتشات الاولين عمر عزب كان هو تومسون في الثلاث ماتشات اللي فاتوا يا كابتن هيثم سكوره قليل بس الاسيست بتاعه عالي هو بيلعب الفرقه كتير صحيح. بس احنا بقى عايزين لا احنا عايزين محترف زي ماتش النهارده لا انا عايزين 3 4 3 بوينت عايزين دشر عايزين اسيست للمحترف بتاعنا ده اللي بيفرق هو البطوله العربيه دي اللي هيفرق فيها المحترفين بتوع الفرق صح. يعني احنا عندنا نجوم عندنا لعيبه كويسه جدا جدا شفنا النهارده بيروت كده بالظبط من لعب الاثنين الاجانب حضرتك في الاستراحه بنتفرج على الماتش بتقول احنا لو وقفنا الاجانب الماتش خلاص هيبقى ايزي لان اللبنانيين يعني المستوى الفني بتاعهم قليل ف
فعلا. ولما ضغطنا يعني انت تقريبا كان المدرب سبعه كان المدرب الفني، لما ضغطنا على الاثنين المحترفين الموضوع بقى سهل. طب يمكن يا كابتن سر اختيار مستر اجوستي لتومسون هي دي نقطه انه بيعمل اسيست لفرقته بيلعب فرقته؟ يعني ممكن دي تبقى من الحاجات اللي قيمها، لان مستر اجوستي انت عارف زي ما بيقولوا بيقع واقف الاجانب. فهل ده كان يعني بان ليه هو اختاره؟ واضح ان تومسون يعني مش من اللعيبه الهدافه اللي هو كل ماتش بيحط 30 بونت ومن المحترفين اللي هو لا، واضح ان هو لعيب اسيست ولعيب. فدي ممكن يكون فعلا اختيار مدير فني ان انا محتاج حد يلعب النجوم اللي معايا، ما هو خلي بالك ما هو الناس اللي معاه هدافه، فهتبقى في مشكله ده هداف وده هداف وده هداف، هتبقى في مشكله نفسيه ان كل واحد عايز يوزع اللعب ما بينهم وازاي اوزع التايم ما بينهم بالظبط. فده رؤيه للمدير الفني ان انا محتاج الاعب الناس اللي معايا اللي بيعرفوا يجيبوا باسكت. خلي بالك ماتش برده احنا لسه في موقفين على ماتش الشعب، شعب حضرموت، ايهاب امين خد له 18 دقيقه بس وحاطط 17 بونت بالظبط. يعني شفت مدي لهاب امين، ايهاب امين كان بيفضل مرمي ل 40 دقيقه. دي حقيقه النهارده بنشوف ايهاب امين بيلعب وبيطلع هداف كمان بالظبط. يعني دي المعادله الصعبه دي، ما هو ده المهم ان انا التايم بتاعي يبقى في الاكتيف بتاعي ان انا على قد التايم فعلا بدي المدرب مثلا الافريج بتاعي، انا بدي كل ماتش مثلا 15 بونت، انا نزلت شوط نزلت ثلاث اشواط انا هدي لك ال 15 بونت. صحيح يعني طبعا مع دي الصعوبه. وعلى فكره يا كابتن انا برده هحط حضرتك معانا مباراه الاتحاد السكندري والوكره، انتهى الكوارتر الثالث بتقدم الوكره 51-49، شكل المباراه رايحه كده ايكوال. فرقتين كويسين جدا، وعلى فكره فرقه الوكره دي فرقه كويسه جدا وفيها محترفين كويسين قوي ومجنسين ناس، وفرقه خدت البطوله العربيه قبل كده يعني فرقه طلعت على المنصه فعارفه معنى بدري عملوا ماتشات وديها بالظبط، وفرقه عارفه يعني ايه معنى بطوله عربيه وجايه جاهزه للكلام ده. طيب كابتن خلينا برده في ماتش الشعب حضرموت، يمكن الافشنسي برده عايزك تفهم الساده المشاهدين يعني ايه الافشنسي، يعني وده رقم مهم جدا لكل الناس الفنيه. انا عندي بس على الموبايل. لا لا افشنسي كافشنسي يعني ايه؟ يعني يعني الفعاليه مثلا، هل الفعاليه دي بتقيم يعني الناس عايزه تعرف بتقيم ايه؟ بتقيم بالسكور اللي انت جايبه بكل الحاجات الحلوه اللي انت عملتها والحاجات الوحشه؟ هي بص هي بتقيم بانت شوت كام 3 بوينت وجبت منها قد ايه، شوت 3 نسبتك في التو بوينت في الريباوند في الاسيست، كل الكلام ده بيتجمع بيطلع انت فعالياتك في الجيم كانت ايه، وبيطرح منه التيرن اوفر اللي انت عملته مثلا طبعا يعني والفاولات اللي انت عملتها والفاولات بتطلع في الاخر نسبتك مثلا 70%، يبقى انت كده النسبه عاليه جدا 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 ان انت كنت مشارك بتاعك في الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات، يبقى الافيشن بتاعك حاجه طيب. كويسه كلاعب يعني. انا هقول لحضرتك في ماتش شعب حضرموت اعلى افيشنسي 23 فكوادي، اعلى افيشنسي 23 فكوادي. فكوادي طيب هل يعني حضرتك شايف ان فكوادي فاجئك؟ انا بصراحه فكوادي فاجئني في البطوله دي وفاجئني في ماتش النهارده اكتر. لا ده من اول ماتش والله، يعني انا هو في الماتشات الثانيه السكاوتنج بتاعه خلي بالك ضعيفه ضعيف. لا يعني بس أنا بس بس هو هنا في ماتش 23 افشنسي هو اللي معليه ماتش النهارده. لا ده ماتش شعب حضرموت بس، انت بتتكلم على شعب حضرموت بس. احنا هنمسك ماتش تمام في شعب حضرموت حاطط 11 بونت مش الهداف بس الافشنسي بتاعته على افشنسي 23 عشان الريباوند اللي جابه والستيل اللي عمله. ما هي بتتحسب ازاي يا كابتن هيثم؟ انا شوت 3 جبت 3 بيبقى 100%، شوت 3 جبت 2 2 بوينت مثلا 75% بتتحسب 75% مثلا. فانت لما تيجي تجمع ده تلاقي الافشنسي بتاعك عالي، هو الافشنسي بتاعك كان احسن افشنسي يعني. خلينا كده هو بمعنى مبسط للجماهير، انا المحاولات بتاعتي كلها تقريبا ناجحه صحيح، غير مثلا انا بخش مثلا في 5 ريباوند لميت منهم واحد، في دخلت شوت 3 3 بوينت جبت منها واحد او ما جبتش خالص. صح هي بتتحسب كده. فكده يبقى احنا خلينا فاكرين كده ماتش شعب حضرموت كان اعلى افشنسي كان فكوادي ب 23 واعلى سكورر كان ايهاب امين 17 بونت، بس الافشنسي بتاع ايهاب امين كان 19 يعني هتلاقيه عمل محاولات كتير وما جابش او ما جابش ريباوند زي فكوادي بالظبط يعني. فطبعا ايه الدنيا ممكن تبقى هدافها تجيب شربون فتلاقي الافشنسي عالي شويه، تجيب الاثنين تبقى عالي جدا. طيب خلينا نروح يا كابتن باخد راي حضرتك في بعض الارقام في الماتش اللي بعده اللي هو ماتش وداد بوفاريك، وده ماتش كان التاهل، كان ماتش مهم جدا واللي خلص بنتيجه 68-49 بالظبط. كانت في الاول كانت فيه برضو يعني فيه نديه ما بين الفريقين، وعلى فكره فرق الجزائر فرق معروفه فرق قويه وفرق كويسه، وداد بوفاريك ده ليه تاريخ يعني صحيح. وكان ماتش مهم وكان رايح جاي الجيم لغايه لما احنا الحمد لله قدرنا نعدي بيه صحيح. طيب خلينا نروح بقى نشوف مثلا الارقام، نشوف الارقام لا تكذب. اكتر واحد لعب في المباراه دي كان تومسون 25 دقيقه، برضو مش كتير يا كابتن بس هتلاقيه اكتر من اي حد تاني
يعني في الجيم ده انا لما بصيت على الاحصائيات هتلاقي برضو تومسون وهتلاقي فكوادي حاجه و20 دقيقه، بقيه اللعيبه 17 12 11. تصدق كلامك صح، يعني عندك قلنا تومسون خد 25 دقيقه، 24 دقيقه فكوادي، عندك كمان بعديه ايهاب امين 22 دقيقه، والباقي كله يا كابتن 14 و13 بالظبط. يعني هو بص المدير الفني واضح ان هو التغييرات عنده مش سريعه، بس بيدي كل واحد حقه في الملعب، لكن في نفس الوقت هو ما بيديش تايم كبير لحد غير المحترفين. يعني ده على مدار الثلاث ماتشات اللي فاتوا هو اعلى وقت موجود في الملعب الاثنين المحترفين مع ايهاب امين، وعشان برضه الاصابات هو عايز يحافظ على اللعيبه، هو عايز يحافظ على اللعيبه، هو ده الصح. ان انا فعلا ما جيتش اللعيبه وياخدوا تايم كبير في الماتشات بحيث ان انا اجي بقى على الدور الاربعه اللعيبه دي وقع مني، هو صحيح. اللي بيعمله ده الصح. طب هقول لك على ارقام تانية وترجمها لي. كان ساعتها في ماتش وداد بوفاريك كان الهداف، كان الهداف رقم اسمه رقم 7 اللي هو، لا احنا معلش انا روحت على احصائيات الفرقه الثانيه، خليني اقول لك الهداف كان عندنا برصيد 14 نقطه، كان سيف سمير. سيف سمير انا فعلا شفت الاحصائيات، سيف سمير كان في الجيم ده كان كويس جدا، وهو اعلى سكور في الجيم ده، وهتلاقيه جايب ريباوند كتير، وهتلاقيه حاطط 2 بوينت. انا عايز اقول لك كمان ان هو اعلى افيشنس فاول شوتينج واعلى افيشنس، يعني اعلى كفاءه، اعلى كفاءه وفعاليه. بس يا كابتن يعني سيف لسه عنده كتير، سيف لعيب هايل هايل. يعني انا عايز اقول لك ان في سيف في ماتشات بيبقى نازل مركز فيها تلاقيه حاطط له حاجه 20 بوينت، نعم، وفي ماتشات تانية انا ما اعرفش بقى، يعني ده عدم تركيز ولا عدم اهتمام بالمباراه، بيحط سكور بس بيبقى مش زي الماتش الاولاني. لا انا محتاج من سيف يعني، والكلام ده انا لما كنت في الجهاز كنت بتكلم فيه معاه، محتاجين يبقى في تركيز شويه، محتاجين في ثبات مستوى بالذات في الماتش اللي يالي، الماتش اللي انت عامله كويس، يعني انت عامل ماتش النهارده كويس، الماتش اللي جاي ده مهم. وهو اللعيب الكويس بيتقيم بايه؟ ثبات المستوى. انا حتى لو انا معدل التهديف بتاعي مش عالي انما ثابت، ده لعيب كويس، اي مدير فني يقدر يبني على حساباته بالظبط، وما بقاش قلقان ان انا انزله في اي وقت. لكن هو لعيب عايز يشتغل على نفسه شويه، يعني لانه لعيب مميز في فرقه النادي الاهلي، لعيب طويل ما شاء الله، ولعيب ديفندر، ولعيب بيجيب ريباوند كويس، ولعيب بيعرف يوصل للمربع، بيلعب في مركزين 4 و5 بالظبط بالظبط. طيب خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع نكمل كلامنا واحصائياتنا عن فريق كره السله، ولكن بعد الفاصل.